السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حالك بخير؟ الحمد لله بخير يا رب لك الحمد. الحمد لله. بقول حضرتك كنت عايز أسأل بس على سؤال في فودافون كاش. وحضرتك دلوقتي أنا المفروض إن أنا شغال خدمات فودافون كاش. الأخ بيجي مثلا يحول فباخد على الألف جنيه 10 جنيه. الأوقات بعض أجرة التحويل. طيب تمام. بعض الاخوه ساعات مثلا يكلمني على الهاتف ويقول لي ايه حول ال 1000 جنيه وانا هجيب لحضرتك ال 1010 بكره ان شاء الله. ماشي لا باس ايضا ما دمت ستاخذ نفس العموله. هي نفس العموله بعد اسبوع بعد 10 ايام هي نفس العموله اللي باخدها. ما في مشكله. جزاكم الله خير. وياكم.